ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب الذين آتيناهم الكتاب الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يعلم تأويله ما كنت تتلو من قبله والراسخون في العلم يقولون آمنا به على تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون هو آيات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل لا ريب إنما الآيات عند الله لا يخلف الميعاد إنما إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا يكفيهم أولادهم من الله شيئا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب إن الله وملائكته قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين تقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه من الذهب والفضة والخير المسوم والأنعام وسلموا تسليما ذلك متاع الحياة الدنيا والله صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام بخير وحبه ضياء ذلك إليه شوق للذين قلبي اتقوا عنده.